وبعد كيفاش جات المشي لكل يوم؟ بلا لحظة ساعة بعد نحكيو على الكورة، شنو هي حكاية نينو؟ نينو زي بابا كيف كيف الله يرحمه، نتفرج ديما الله قبل يرحمه. في الريونو، ما عندنا نحن كان 3 سنين قبل اي صحيح. الريونو وتونس 7 وهذوك قناة 21 ديما ريونو نحن الأكثر. اي كي كنت بس كل ما تقول الكالشي وهكذا صحيح هذاك. صحيح. وقتها فما فيلم عديوه، فيلم قديم، طفل صغير اسمه نينو، وانا كان شعري طويل شويه اي نعرف اي نعرف. وبابا وقتها كان خلي لي كل لك كش من هنا شعر طويل كل بابو الصغير هاي. فهمتني؟ واسمه نينو هو الوليد، من وقتها عيط لي هو نينو وحدنا، معني هو بيني انا وياه هكا عيط لي نينو. مشيت في الحومه ومن بعد في المكتب، مشيت هكاكا فهمت. لزقت كبرت من المكتب، تعديت الكوره، من الكوره شدت هكاك حتى كبرت وقعدت فيا نينو. باهي. حتى وقتاش نينو ولا أسامة ولا ما خيرتر؟ والله الكل نينو تقول لي، يقولوا لي برشا نينو اسامه حدادي، كل واحد وكيفاش تحليله معناها عيال، وانا قد عملت، ما يقلقنيش، يحبهم الكل كلهم قد اسامه عملت، جامده. قد عملت في ليجون تاع حمام. في الليجون عملت بالضبط عامين. ها بعد ماشي الكلوب شكون كلمك شافوه في الماتشوات عملت كيفاه؟ اي عملت عام على العام اللي الكلوب، معناها انا قبل ما نمشي، قبل ما نعمل العامين هذوكم حبيت نمشي للكلوب. انا قبل مشينا تسويت في الكلوب؟ لا مشينا للبارك وكل شيء، وقتها ما قالوا لنا ليه ما فماش تيستوات، روحت عسير وقعدت قعدت في حملم. بدينا نلعب في الماتشوات في ليكول بي، لعبنا كونتر الكلوب، لعبنا غالي وروتور في جمعة، اي في جمعة لعبنا لالي في البارك والروتور في حملة. عملت زوز ماتشوات باهيين على الاخر، كنت ماركيت فيهم ونلعب بالكدا ونلعب في اللاكس. انا كنت انت اكسيا بعد نحكي عليك كيفاش بدل جد تبديله بعد. كنت نلعب في اللاكس ديت، معناها لعبت ماتش وقتها نتذكر كيما توا نذكرها بالكدا بالكدا، لعبنا في التارتون بتاع الكلوب القديم، ومن بعد لعبنا كونتر الكلوب في حملة فربحناهم، ربحنا الكلوب في حملة، خسرنا معاهم في البارك وربحنا الكلوب في حملة. بعد الماتش لونتر نورك على الكلوب، مشى البابا قال له راهو ماذا بيا نجيبوه واحد، وبابا وقتها كلوب يصف الدم فهمتني. بابا فرح على الاخر، قال لي شنو نقول لك حاجه بالشيخ وكل شيء، قلت له شنو؟ قال لي راهو لونتر نورك على الكلوب يوسف المناع، تعرفوا يوسف بهذه السعودية نعرفه. كاو أعطاه النومرو، كلمه قالوا كيفاش كذا وكذا فيهم وحمل ما حبوش تسيبني، وصارت حصير وصار ما صار، خاطر وقتها عاقدين فيا النوارة في حمل، قال لك هو المستقبل وش يطلع وكل شيء. هيكاو انا شديت صحيح، بابا كيف كيف خربقها الدنيا غادي، قال لهم ودي يمشي للكلوب. وانت تحب، انت كلوبيست الحقيقه وقتها ولا ما على بالك؟ انا كلوبيست، انا بابا من تيراو تلعب الكلوب قبل يخرجوا من الدار امي واخواتي، نقعد كان انا وياه. اي حتى مره حتى كانون وقت ذاك الكلوب، والله نسيت ماتش كونتر ايكيب من الافريك، وفي اخر دقائق هكا نذكر وقت فوز رويس يلعب وكل شيء، صغير انا بكدا قبل حتى ما ندخل نكور، حتى كانون وقال الناس الكل تخرج تو يا ودي راهو الكلوب تو رايس في زمان ماركي، حسيت يحب الكلوب على الاخر فهمت. هيك إيه ومن بعد حمل انف اكسبتيو باش يبيعوني، باعوني ب 3 ملايين الكلوب وقتها، قال لهم نعاونوكم بالماتريال كور وكل صحيح. هيك إيه اسمعني نحكي لك حكايه، انا مالك واقف في استاد حمل انف في الكرياج اللي لعبوا فيه لي جون وقتها. اي اللي وين بحال هذاك؟ اي يعرف بالصدفه زوز يحكيوا عليك، اسمعهم انا عودك شنو حكيوا بالضبط. وقتها بالي انت كادي ولا جونيور حاجه هكا. وقت انت اكسيا قال لك حقار في الجو تلمو كنت فايت الملاعبيه الاخرين معناها، ما تحس لا تكون تحقر معناها تنحي الكره بسهوله. لا والله مش حقار اسلام، قبل خاطر حقار في صوت كوره مش في صوت حاجه اخرى معناها. لا نعرف، لا فهمتك، فاهم خاطر في حملنف قبل كي كنت كي بديت في حملنف قالوا لي معناها نورمالمون تطلع مالي اكبر منك، خاطر الحقيقه انا كنت ملي صغير نخدم مهبول، نمشي للجبل نمشي للبحر، كان معايا مهدي رصاصي فهمت ملي صغير انا ومهدي،
ملي صغار معناها كي نقول لك بالحق مهبله بتاع خدمه معناها عن اوبجيكتيف نحلموا برشا نحلموا. انا قلت نلعب مينيم بي مينيم اه في الكلوب نحكي مع مهدي نقول له انا راني نحب نطير نحب نمشي لبعيد هو كيف فهمت. وبعد الله غالب مهدي جات وضربه ما مشاتش معاه لا مهدي راه قبل ما يتضرب اسلام مش خاطر صاحبي ممكن كان ما تضربش مهدي نصور انا يعمل يخرج نصور من اقوى الديفونسور اللي خرجتهم تونس كي كان في قبل ما يتضرب قبل ما يمشي الكوب دي موند 2007 مع العيفه ونور اي وماهر كانزاري يعرف هو كونترونور يعرف لي كاليتي اللي عنده بعد تضرب قعد براتيكمون عامين ما لعبش كوره فهمتك اي فهمت. كنت نخدم برشا حتى معناها بدني كل شيء فوت صحابي فهمت كنت نترينا كانوا قبل معناها يضحكوا عليا خاطر ساعات نتاع حاجات نتاع مهبله فهمت. عندي بابا كان معنا اليوم خدام اي قعدت فيا هذيك خاطر ملي صغير كان معانا جارديان كان معانا توا يعيش في فرنسا ما لعبش معنا برشا سينيور واحد تحمل اسمه اسامه كيف اسمر هو نعيط له تيزي انا فهمتني عاد نمشي انا وياه نجريه فهمت وهو يخدم زاد يحب يخدم وكل شيء نهزه منهم مره تعديت للدار 6:30 تاع الصباح وقتها في حملم انا نترنى كادي في الكلوب قلت له توا باش تخرج تجري واحد قال لي مهبول انت قال لي حتى السرق ما يخرجش توا قلت له باش نمشي ونعملوا جريد في البحر في حملم ومن البحر ديريكت نتعدي ونطلعوا للجبل فهمت هذا بخلاف لونترينمون العاديه لا هذا ابار لونترينمون تي في الترين بعد العشيه فهمت يا كاو من وقتها قال لي انا ما عادش نمشي نحلك باب الدار وباش كيف جيب من وقتها لا قطع عليك وبيك وكيف جيب تخرج لكم لي راه مش انا باش تخرج اي طلوع لي سينيور نتاع الكلوب هذا اللي كنت بارد في اليوجون انت اي معنى انا كنت مع سي منصر الوحيشي راني كاديا هذاك عام ما ننساش خاطر هذاك العام هذاك اللي انا حسيت روحي بالحق نجم نمشي لبعيد تعرف شقت فيه لا حسيت روحي نجم معناها نطلع للكلوب سينيور نجم نمشي ليكيب ناسيونال خاطر مع شكون كنت لعب في الاكس لعبت مع درويش ايمن درويش سليم درويش ايمن درويش لعبت ايمن لعبت سي ادي وعمل مرتين كل وزير مش مزهر ثلاثة مرات كل وزير اكسيال قوي برشا الحقيقة نعرف لكن انا غالب معناها الكوره ما عطاتوش لعبت مع برشا محمد مرزوقي سليم مرزوقي ذا اللي لعبت معاه سليم لعبت معاه لعبت مع مهدي رصايسي لعبت مع جماعه شكون مع جماعه 91 زاد كيف لعبت مع جماعه الوزد المشرقي و اي جنراسيون هذيك زاده شكون باش تحكي لي على عام الكادي هذاك عام الكادي هذاك نلعبوا على الشامبيونات اخر ماتش نربحوا بنزرت عملنا ماتش نيول نتذكر وقتها منصر الوحيشي اللي فينا روحنا كل نبكيو بالحق خاطر السيزون هذيك شادينا الاسبيرونس ليتوال الكل شادينيهم الكل الماتش الاخراني هذاك تظلمنا فيه في بنزرت تظلمنا على الاخر روحنا ما هزيناش الشامبيون عملنا ماتش نيول ليتوال ربحت هزتها شويه هزتها ليتوال وقتها فهمت. وقتها انا كين يحكي معايا وقتها مع منصر الوحيشي يقول لي يونين ورا اخدم كمل راك مش تمشي البعيد ديما يقول لي ديما وهو كان يحبني في اللاكس هو شفت حتى وقت اللي جا معانا في السنيور في الكلوب حب يرجعني اللاكس وانا ما حبيتش حب يرجعني اللاكس انت شكون اللي بدلك؟ بدلني انا من الاول بيير لو شونتر كونتر ليون وقتها اول ماتش هذاك عمري ما لعبت تاريخ جوش لعبت ماتش هذاك ومن بعد كي جي سي فوزي البنزرتي قال لي حددي تلعب على اليسار انا وقتها نحب نلعب صغير معناها مانيش ما نخممش فهمت قلت له حتى جول حتى تحطني اتاكور انا مش نقول لك نلعب فهمت